قال الأعرابي: حاشا لله أن يكون هذا كلامه، فتعجب الأصمعي وتعجب الناس. قبل أن نبدأ، نود أن نذكركم بأهمية دعمكم للقناة عبر الاشتراك والنقر على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان الأصمعي سيد لغة العرب في زمانه، وكان يجلس في مجلس الخليفة هارون الرشيد مع باقي العلماء، فكان إذا اختلف العلماء التفت إليه هارون أمير المؤمنين قائلاً: قل يا أصمعي، فيكون قوله الفصل. ولذلك وصل الأصمعي من مرتبة اللغة الشيء العظيم. وذات يوم وبينما هو يدرس كان يستشهد بالأشعار والأحاديث والآيات القرآنية، ومن ضمن ما استشهد به قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. وكان من بين الحضور أعرابي فقال: يا أصمعي، كلام من هذا؟ فقال الأصمعي: كلام الله. قال الأعرابي: حاشا لله أن يكون هذا كلامه. فتعجب الأصمعي وتعجب الناس. قال الأصمعي: يا رجل، انظر ماذا تقول، هذا كلام الله. قال الأعرابي: حاشا لله أن يقول هذا الكلام. قال له: يا رجل، أتحفظ كلام الله؟ قال: لا. قال: أقول لك إن هذا الكلام كلام الله. فقال الأعرابي: يستحيل أن يكون هذا الكلام كلام الله. ضج الناس في المجلس، وهم بعضهم بضربه، وقال آخرون: كيف يكفر بآيات الله؟ فقال الأصمعي: اصبروا وهاتوا المصحف وأقيموا عليه الحجة. فجاءوا بالمصحف، فقال: اقرأوا. فقرأوا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فكان آخر الآية: عزيز حكيم، ولم يكن غفور رحيم. فتعجب الأصمعي وتعجب الناس وقالوا: يا رجل، كيف عرفت وأنت لا تحفظ الآية؟ فقال الأعرابي: عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فهذا موقف عزة وحكمة، وليس بموقف مغفرة ورحمة، فكيف تقول غفور رحيم؟ فقال الأصمعي: والله إنا لا نعرف لغة العرب. موقف الأصمعي يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الأعراب هم أهل اللغة وأهل الفصاحة، فهم العرب الذين عاشوا في البادية، فكانوا أشد فصاحة وأقوى حجة في اللغة، وذلك لعدم اختلاط لغتهم. وجاء في تفسير أبي السعود عن ابن عباس قوله: ما عرفت معنى فاطر السماوات إلا بعد أن تنازع أعرابيان عندي على بئر، فقال أحدهم: أنا فطرتها أولاً، ويجيبه الثاني: بل أنا من فطرها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأعراب في عدة مواضع، فمنهم من هم أشد كفراً ونفاقاً من غيرهم. قال تعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومنهم منافقون ينفقون أموالهم رياءً ليتقربوا من المسلمين، ويعدون ذلك مغرماً أي خسارة، وهم أيضاً رغم إنفاقهم الأموال ينتظرون بالمسلمين المصائب. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله ورسوله وينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. رضي الله عن الأعراب من آمن بالله ورسوله،
ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.